اليوم الدراسي يكتسي واحد الأهمية بالغة بالنسبة لنا، ذلكم أنه أول مشروع قانون مالي في ظل هذه الحكومة الجديدة. وكما كتعرفوا القانون ديال المالية هو اللي كيبين ما هي التوجهات، على الأقل التوجهات الكبرى في مجموعة ديال الميادين للحكومة المغربية. فبالتالي من حقنا كقوة رقابية اجتماعية باش نتعرفوا هذه الحكومة ماذا أعدت في هذا القانون ديال المالية ديال 22 وأول قانون مالية من ضمن الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين هذا اليوم الدراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2022. وهذا الموضوع له أهمية بالغة بحيث يشكل أول قانون مالية للحكومة الجديدة، وبالطبع سنقف على مدى تنزيل الالتزامات الحكومية وخاصة الأحزاب المكونة لهذه الحكومة التي نعرف إبان الحملات الانتخابية وعدت أعطت مجموعة من الوعود لتحسين الداخل لرفع الهشاشة عن الشعب المغربي لإحداث مناصب شغل سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام إلى ذلك من الوعود. فالقانون ديال المالية كيبين مدى احترام هذه الوعود في الانتخابات الماضية، كذلك فهي مناسبة لنتعرف على تنزيل كذلك الأوراش الاجتماعية الكبرى وخاصة ذلكم الورش الذي نادى به صاحب الجلالة حول الحماية الاجتماعية للمغاربة. كذلك في مشروع القانون المالية نولي عناية كبيرة وخاصة للضريبة عن الدخل، فكما نعلم الضريبة عن الأجور تشكل ما يفوق 75% من الضريبة عن الدخل. هذا يعني أن الأجراء، أن الطبقة العاملة المغربية هي الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة ديالها، أولا بانتظام بدون تملص جبائي وبنسبة عالية حيث يمكن أن تصل النسبة إلى 38% خلافا لفئات أخرى من كبار الملاكين وكبار الفلاحين ورؤوس الأموال التي تؤدي الضريبة بواحد النسبة جد ضئيلة بتملص وتهرب جبائي، بحيث أكبر دليل هو السيد رئيس حكومة في الرد ديالو ديال المناقشة ديال القانون المالية في البرلمان نادى وبصريح العبارة على أن أرباب العمل وكبار الملاكين يجب أن يؤدوا الضرائب ديالهم. كما تعودنا فريق الاتحاد المغربي للشغل أننا لما كيتطرح قانون المالية على البرلمان كنفتحوا نقاش فيما بيننا مع المناضلين، نقاش طبعا لتشاركي فيه كذلك العدد من الخبراء وفيه كذلك حتى المسؤولين على مستوى وزارة المالية. إذن هاد السنة هذه ارتأينا باش نعقدوا ندوة أو يوم دراسي مع طبعا بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل من أجل فتح نقاش، خاصة وأن هذه السنة كتميز بأغلبية يعني بانتخابات لفرزات أغلبية معينة يعني أغلبية كبيرة، ثم كذلك هنالك
مشاريع هيكلية ديال البلاد اللي هي النموذج التنموي الجديد، الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، ثم هنالك طبعا انعكاسات سلبية على الأزمة الصحية على مجال التشغيل وعلى الاقتصاد الوطني، والدليل أن هنالك العديد من الأجراء اللي فقدوا مناصب الشغل ديالهم، وبالتالي هنالك ضرورة الالتفات إليهم. فبغينا نسألوا هذا القانون المالي على ضوء طبعا البرنامج الحكومي اللي كياخذ بعين الاعتبار على مستوى على الاقل على مستوى النيه، على مستوى النيات، انه غادي يكون هنالك اجراءات من اجل الخروج من الازمه كدوله اجتماعيه. فبغينا نسالوا هذا القانون المالي الى اي مدى هنالك استجابه لتطلعات العمال والعاملات وطبعا المواطنين المغاربه، الى اي مدى هنالك هذا القانون المالي كيخضع او لا فيه المكونات والمقومات ديال الدوله الاجتماعيه، الى اي مدى غادي يمكن له يساهم في انعاش التشغيل، الى اي مدى غادي يمكن له بالفعل يحقق الالتزامات الحكوميه في مجال الحمايه الاجتماعيه. ومن اجل هذا كان الموضوع ديالنا هو القانون المالي طبعا وانتظارات الطبقة العاملة وكذلك الرهانة التنموية لبلادنا. الميزانية في الأساس هي تدخل في مسلسل يبنى أولا على رؤية، على استراتيجية، على مخططات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.